أنا دكتور طارق فتحي، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، استشاري الطب وجراحة عيون الأطفال والحول بمستشفيات ومراكز مغربي. الكسل الوظيفي هو ضعف النظر في إحدى العينين، حيث إن عين بتكون بتشوف كويس جدا والعين التانية ضعيفة، وده ليه أسباب كتيرة، أهمها عيوب النظر، بحيث إن الطفل يكون عين سليمة خالص النظر فيها بيشوف فيها كويس جدا والعين التانية النظر فيها ضعيف، أو إن يكون في مرض في العين زي مثلا المية البيضاء، سحابة على القرنية، أمراض الشبكية، العصب البصري، كل الكلام ده يؤدي إلى كسل في إحدى العينين. علاج الكسل غالبا بيتم لما بيكون عيوب النظر، بيلبس الطفل النظارة الطبية وبيغطي العين السليمة جزء من اليوم، ساعتين كده كل يوم، ونتابعه دوريا كده ونشوف النظر بيتحسن قد إيه.